هو ده بقى النجاح، انك انت توصل لوزن معين وتثبت عليه. اسال الحلقات بتاعتي اللي جايه، تعال معايا افهمك ازاي تثبت وزن. عشان تصبح رشيق طول سنين حياتك، يعني تتمتع بالرشاقه طول العوده، يبقى لازم اول حاجه عالج سلوكيات حياتك اللي انت كنت طحنت عليها. لو رجعت لحياتك القديمه انت هتطحن، ولازم تعرف مصادر الطاقه ايه هي. ايه اللي بيطحننا؟ كتر الكربوهيدرات مع كتر الدهون، خد بالك من الكلمه، اعقلوا هذه الكلمه. كتر النشويات، الالبان، الفواكه، وكتر الفاكهه، الالبان، البطاطس، القلقاس، ده ما يطحنش لوحده. تقف في حاجة واحدة بس لو انت عندك مقاومة انسولين، لكن مزج هذا مع كميات عالية من الدهون يتخن وبسرعة ويبقى مشروع تسمين عجول. لايت الجانج فود، نسبة عيش دي ابيض عليه طبقة فراخ متحمرة ببقسماط، بص بيزودوا لي سعراتينا، وانت حضرتك تاكل وكل شوية تاكل، فبالتالي انت وزنك ويت جين بسرعة. لا، لازم تعقل الكلمة، لازم تعقل الكربوهيدرات والدهون، لازم تبقى انت عامل حمية غذائية طول حياتك. خد بالك من طول حياتك دي، يعني طول حياتك تبقى ازاي محافظ على وزنك. عامل الرياضة مهم جدا، الجوع العاطفي، عديت من شارع ما انت كنت بتستمتع بيه بالاكل زمان، وصلت للمكان ده ممكن تجوع تاني، فخد بالك، خد وجبة فري كل فترة، مش لازم كل يوم فري، ما انت وصلت للمثالي مش هتتخن في يوم وليلة، فخد تاخد وجبة فري، لازم تصوم عليها حوالي 18 ساعة، لازم في الايام العادية اللي انت محافظ على نسبة الكربوهيدرات والدهون تكون قليلة واطية، يعني مكتر فاكهة، مكتر خضار شوي، رز، تبقى الدهون قليلة، لازم كمية البروتين اللي انت بتاكلها تكون مسلوقة او مشوية على الاقل، ما ينفعش تحمر بقى مع كم النشويات، ولو هتحمر يبقى لازم تهدي الكفة التانية من الطاقة اللي هي الكربوهيدرات. لازم تعمل الكريتيريا والمعايير وانت في يومك عشان خاطر تحافظ بيه على وزنك، وتتابع وزنك وتتابع مقاسك كل اسبوع، وان شاء الله لو وصلت لكل اللي حققته كل اسبوع هتلاقي نفسك ثابت طيلة العمر. وصلت لحد هنا؟ شايف المعلومات دي؟